من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل اسمع واستشعر انظر كيف يتعلمون، وإذا بذاك الرجل قد يكون مكروبا فإذا به يرفع يده إلى السماء، ثم سمعه محمد عليه الصلاة والسلام وهو يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الفرد الصمد، وهو يقول هذا الاسم الذي يجلجل ويعرفه محمد ويعرف ما معنى الصمد، فإذا به يقول ويلتفت على أصحابه النبي عليه الصلاة والسلام وذاك يدعو يقول والذي نفس محمد بيده. هل يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلف أصلا حتى نصدقه؟ هو الصادق المصدوق دون أن يحلف، لكن ليعلم من وراءه ومن يفهم هذا الحديث وليتذكر أولو الألباب، قال والذي نفس محمد بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. تذكر قد سألت الصمد قلت يا صمد؟ هذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال حديث صحيح. فإذا كنا طبعا ما عرفنا معنى الصمد وتوقفنا هنا، إذا لم نسأل عن في سورة ياسين ولا نسأل في سورة الأنعام ولا نسأل في سورة آل عمران. المهم أننا أكثرنا لا يعلم معنى الصمد التي يقرأها كل يوم، فماذا نريد أن نفهم وكيف نتدبر ونحن ما علمنا أصلا؟ لأجل هذا يقول الله سبحانه وتعالى قل هو نبأ عظيم، أي هذا القرآن، أنتم عنه معرضون. إذا رأينا أكثر الناس ما يعرف معنى الصمد ولن نستغرب إذا قرأنا ولكن أكثر الناس، ما لهم يا ربي أكثر الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب يا ربي كيف ما يعلمون؟ ومنهم مهندسين ومنهم أطباء ومنهم موظفين ومنهم من فتح بيته ويملك سيارة، كيف يا ربي ما يعلمون؟ ثم تأتيك الإجابة كالصاعقة في الآية التي تليها مباشرة ولكن أكثرهم لا يعلمون، ثم يأتيك الجواب يعلمون. كيف ما يعلمون ويعلمون؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. أسأل عن دور ربي، أسأل عن مساهمات، أسأل عن كيف يبني بيت تجري من تحته المجاري أجلكم الله وكيف يكدح فيه سنين، لكن لا تسأل عن قصر تجري من تحت الانهار كيف يصل إليه. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة اللي فيها قصور تجري من تحتها الأنهار التي فيها الزوجة نصيفها على رأسها، يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين خير من الدنيا وما فيها، التي زوج الرجل فيها وجه الرجل فيها كوجه يوسف عليه السلام. هناك ما يعلمون، يقول وهم عن الآخرة هم غافلون. اسأله عن الأرض واسأله عن نطاق الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. لأجل هذا أحبتي لما بعدنا عن القرآن جفت القلوب، ولما جفت القلوب ما لم يدفع الثمن علام الغيوب، لا جل جلاله دفع الثمن أنا وأنتم يوم أن تبعثرت أوراقنا وتشتتت حياتنا، فصار الإنسان والله ما يعلم من أين يؤتى. هذا القرآن يعلمك إن أردت سياسة فوالله السياسة في القرآن، وإن أردت الطب فوالله الطب في القرآن، وليس هذا مجال التفصيل.